معلمتي. تبدو قويا اليوم باسم، واصل التدرب. استعد يا باسم. رأيت ما يكفي، سنحاول غدا. شعرت أني بخير. أستطيع أن أرى ذلك في جسدك، تفقد تركيزك بسهولة. تعد قفزة الثقة خطوة حاسمة في طريقك نحو البدء، وهي من أولى شعائر الأخوية وأقدسها. لتأديتها بنجاح لابد أولاً أن تثبت عقلك وجسدك وروحك، وأن تحتوي الخوف وتخمده وتعثر على السكينة وتتحرر. أمرك معلمتي. لنعود إلى المعسكر. هل أسألك شيئاً؟ يمكنك. في الأنبار عند القصر شهدت اجتماعاً بين الخليفة وخمسة رجال مقنعين أفراد التنظيم. كان الخليفة يحمي الغرض الذي اكتشفوه، لكنه كان يجهل نياتهم، حتى إنه لم يكن يعرفهم بالاسم. كيف لأقوى الرجال نفوذاً في بغداد أن يطأطئ رأسه هكذا لأشخاص مجهولي الهوية؟ هيمن التنظيم على رجال كهؤلاء وبلادهم لقرون من خلال إقناعهم بحقيقتهم أنهم حكام العالم الطبيعيون. لم يكن الخليفة سوى دمية بين أيديهم، وكذلك سيكون من يخلفه. الخلافة برمتها تحت تأثيرهم. باسم، تحدث إلى فولاد وانظر إن كان يحتاج المساعدة. سنواصل التدريب لاحقاً. أمرك معلمتي. هل رأيت المرشد ريحان؟ يستعد لاستقبال مبعوث الطاهريين يا معلم. طاب يومك يا تبت. مرحباً يا باسم. ما خطبك؟ الحق أنني محبط منذ وفاة الخليفة، والتنظيم يزداد بأساً في بغداد، وقد حوصرنا في هذا الجبل. المرشد ريحان يعلم ما يفعل بالتأكيد. علي التحلي بالثقة. هل رأيت فولاذ؟ لعله موجود في حجرته كالعادة. سأعود إلى العمل بأي حال. أراك لاحقاً. يستعد لاستقبال مبعوث الطاهريين يا معلم. شكراً. ما هذا الذي في الركن هنا؟ رسم صغير؟ إنه توقيعي، حتى تعلم أني رسمت هذا وليس الحسن أو أنكى من ذلك أبو جعفر. أنا أمزحك فحسب. وداعا. باسم، كيف حالك؟ أجل كيدو، الطعام آت. إنه ذكي، وأحسب أن الذكاء يتناغم مع الصبر. يذكرني هذا بشخص. هل تحدثت إلى المعلمة روشان؟ تحلى بالصبر وترفق في تقدمك. سأضع هذا نصب عيني. طلبت مني روشان أن أقابلك. نعم، تحتاج رفقة إلى أشرطة جلدية. هل تستطيع إحضارها من المستودع؟ سأفعل يا فولاذ. أراك لاحقا. هذا ليس المطلوب.
يصعب العثور على شيء هنا. لا، هذا ليس شريطا جلديا. إن هذه القوات الموجودة بأرض الخلافة بدأت بالتضييق علينا. القوات؟ أنت تقصد التنظيم يا أبان؟ أنا لا يسعني الحديث إلا عما أعرفه يا صديقي. الخليفة يرغب في ردع المتمردين، وإذا أردت مد يد العون لهم فليس باستطاعتنا أن نضمن حمايتك من عاقبة أفعالك لدى الخلافة. يمدنا المتمردون بالأنباء في بغداد، نحن عميان بدونهم. مهما يكن من أمر، فالوالي محمد عازم على إظهار قدرته على التخلص من هذا التمرد سريعاً. لا شك في ذلك. أتيت لأحذرك، تتغير الأحوال بسرعة في بغداد، لعلك ستضطر إلى التصرف بأسرع مما توقعت. فهمتك يا أبان. هذا يعني أن الطاهريين الذين يحكمون هذه الأراضي هم الحائل الوحيد بين ألموت وهجوم واسع النطاق. سلام هش، إلى متى سيستمر ذلك؟ كيف يسير البناء؟ استغرق هذا وقتاً أطول مما توقعناه. هذا محبط بلا ريب. المرشد ريحان رجل حكيم، لكنه يتكلم عن الجبل وكأننا سنبني عليه. علينا الصبر والاسترشاد به. قالت المعلمة روشان إنني يجب ألا أتعجل العودة إلى مدينة السلام. ما كنت لأتعجل أبداً، لقد أضحت بغداد مختلفة الآن، لقد اشتد الخطر فيها. رفقة؟ باسم، باسم، هل تجوب الآن أرجاء المخيم بلا غاية؟ لا، لدي هذا الشريط الجلدي من أجلك، هل يفي بالغرض؟ أصرت روشان على أنك تجاوزت التدرب بالسيوف الخشبية رغم اعتراضي على ذلك. إليك خنجرك؟ وسيفك، أفخر بأنني عملت عليهما. هذا النصل له طبع مميز. ولما قد أصنع شيئاً غير فريد؟ أنا مدين لك، لم أكن أتوقع الحصول على أسلحة جديدة اليوم. رد لي يدين باستخدامه ضد التنظيم، دعهم يذوقون حدة طبعه. قالت روشان إنك تلقيت تدريباً إضافياً اليوم، أرح سيفك الجديد. أتوق إلى ذلك. السلام عليكم. كيف حال التدريب يا صديقي؟ علمني نور طريقة جديدة للإمساك بالسكين، وقد تحسنت دقة ضرباتي كثيراً. إذا ألقيت السكين بهذه الطريقة
تطير في الهواء بسرعة ودقة. أأذكرك كيف تستخدم السكين؟ يا إلهي، أحسنت صنعاً. شجعتني على الاجتهاد في التدريب أكثر. هذه هي الطريقة يا صديقي. عمل جيد، نلتقي غدا. باسم، حان وقت التدرب على القتال. اندهشت حين أعطتني رفقة هذا. أليس من الخسة أن يقاتل المستتر بالسيف؟ نحن المستترون ينبغي أن نقاتل بأسلحة مختلفة. لا نعرف أي مبلغ سيبلغه القتال. أي شخص يمكنه حمل السيف، لكن كيف سيستخدمه؟ أنا هنا لأتعلم ذلك. أأنت حقاً هنا؟ حسناً، نعم، أعتقد ذلك. أنت هنا بجسدك، لكن هل أنت هنا روحاً وذهناً؟ أهلي أحجية؟ لا، بل هو الفارق بين الحياة والموت. احرص على استهدافي والدوران حولي، لا تدر ظهرك للخصم أبداً. ما الذي تفعل؟ هل تريد أن تتلقى طعنة في الظهر؟ جيد، هذا أفضل. أريني طعناتك السريعة أولاً. جيد، أنا في انتظارك. أجل. ممتاز. أحياناً علينا الهجوم بقوة أكبر لإلحاق ضرر أشد. سيعرضك هذا للهجوم، لذا تخير الوقت المناسب. والآن هيا. لما كل هذا الانتظار؟ نعم، هكذا. هاجم بقوة. ممتاز. والآن إلى الدفاع. يمكنك تفادي هجمات خصمك. بعد التفادي بنجاح بضع مرات ستشل حركة الخصم. حاول تفادي هجماتي. أجل. هذا جيد. ممتاز.
بعض الهجمات لا يسعك تفاديها، بل يجب مراوغتها. جهز نفسك. أحسنت صنعا. هذه هي الطريقة. أحسنت. والآن لنجرب القتال الحر. استغل ما علمتك إياه. أوف، فوجئت بذلك. أحسنت صنعا. من أين أتت هذه؟ انتهى تدريبنا اليوم باسم. لماذا يجب أن نتوقف؟ لم أتعلم من الإخفاق شيئا. التعلم الحقيقي يقتضي الحركة والسكون بالقدر نفسه، وقد أديت الحركة، والآن التمس السكون. لا تستعجل التدريب، كن صبورا. الفشل جزء من تقدم سعيك. فكر فيما قلته لك وعد بحال أفضل. أمرك معلمتي، سأفعل. جيد، أراك لاحقا. سيعود أحمد إلى بيت الحكمة قريبا. أخشى أن ينتهي به الحال محاصراً في وكر أفاعٍ. أعلم مدى قربك من أخيك. سنعرف مزيداً من الأنباء عما قريب، وبعدها يمكننا التصرف. السلام عليكم يا أبا جعفر. اسمي أحمد. أحمد، المعذرة. لا عليك، تعال واستدفئ بالنار. أخونا أحمد سيرحل عنا في الغد إلى بغداد، بيت الحكمة. بيت الحكمة؟ عملت أنا وأخي هناك أعواما عديدة، ما زال لدي أمور أود العمل عليها. العلم لا ينتظر أحدا، وسأفي بواجبي كمستتر بأن أكون لكم عينا وأذنا وسط العلماء. يا فولاذ، احكي لباسم قصة الريش. إن عادة الريش لدينا تنحدر من مصر، إنها تمثل ريش ماعة. كانوا يغمسون ريش البلشون في دماء المستهدفين، ثم يترك الريش ليحكم في أمره إله الدوات. من الضروري أن نتحلى بالتواضع ونعرف منزلتنا في هذا العمل. ما نحن إلا رسل العدل، ولسنا من يقرر الحكم في النهاية. هل من مساعد في العسس الليلة؟ سأصحبك يا نور، لابد أن أحرك جسدي إذا أردت الدفء. أنا ممتن لذلك، فلنذهب. هل ستأتي يا باسم؟ أترك الحكايات لوقت آخر. أيمكنني ائتمانك على السر؟ بكل تأكيد. سمعت المرشد ريحان يتحدث إلى المبعوث آنفاً. سأله المرشد ريحان عن احتمال تعرضنا لهجوم إذا تعاوننا مع المتمردين في بغداد. هل نحن بأمان هنا في علموت؟ لا أعلم ذلك، لكنني أشفق على من سيهاجمون عش الصقور هذا. كيف تسير الحراسة؟ لا شيء يحدث في علموت.
وأنا جائع. لم نصل إلى الأخدود الرئيسي. ممتاز، سنبدأ من هناك. شكرا لك. هيا يا نور اتبعني. ألا تتوق إلى استهلال عمله؟ بلى، أشعر أنني كنت أستعد لهذا طيلة حياتي. لم أنم في الليلة السابقة على تكليفي، وذلك من فرط الحماسة المشوبة بالخوف بكل صدق. جميعنا نخشى المجهول، لكن بانتظارنا مجهول أعظم بعد أن نبدأ عملنا. تتحدث عن التنظيم؟ أراهم مثل الوحوش في الحكايات، يختبئون في الأركان ولا. هذه مهجة مدهشة، قريباً ستحظى بصقرك الخاص. عرفني فولاذ بصقر يسمى إنكيدو، قال إن بيني وبينه كثيراً من الخصال المشتركة، ولم يكن يقصد المدح. إنها ترى شيئاً، اتبعني. بهدوء يا باسم. أثر على مخبأ. فهذا المكان، نحن قرب معسكرهم، سنتفوق عليهم حتما. استعدوا. أنا خلفك. علينا الهجوم بسرعة. أوافقك. علينا انتظار اللحظة المناسبة. لا تثير ضجة. لا يشبه الأهداف الخشبية، صحيح؟ ليس الأمر كذلك. هذا السيف، ماذا به؟ مرتزقة بغداد يستخدمون هذه الأسلحة. يجب أن نحذر الآخرين. مرتزقة من بغداد. كيف تعرف ذلك؟ ميز باسم طريقة صنع السيف، أنا أصدقه. أحضره هنا.
كيف عرفت أن هؤلاء الرجال من بغداد؟ لقد نشأت في شوارعها، رأيت سيوفهم تلك مرات عديدة وعن قرب. خلف كل جماعة من المرتزقة رجل يأتمرون بأمره. أجل، وعلينا التصرف إن أردنا معرفة من يكون. سنعود إلى بغداد ونلتمس مساعدة علي بن محمد. بالتأكيد صاحب الزنج، إنه خطير وأحمق ضال. ربما، لكنه أحد حلفائنا المعدودين في بغداد، نحتاج إليه وإلى رجاله. سوف أرجع إلى بغداد. اذهب إلى علي، اكتشف إذا كان التنظيم أرسلهم. سأفعل. وفقك الله. بالتوفيق. وداعا، أراك لاحقا. السلام عليكم يا باسم. علي أن ألتقي بالحسن، إنه ينتظرني. اسمعي عناية جيدة، لكنها ما هو شعورك في هذا اليوم الميمون؟ يساورني شعور غريب أيها الحسن، نفسي أهدأ مما كنت أخالها. خلت أنها ستكون كالبحر الهائج، لكنني هادئ ومطمئن. ذلك لأنك نذرت نفسك للتدريب ولم تترك مجالاً للمصادفة.
خذ هذا يا باسم، إنك تستحقه، إنه تكريم عظيم، لا أظن أنك تدركه. المعلمة روشان تنتظرني مع الآخرين، وداعا وشكرا لك أيها الحسن. خرج من الباب عاري الرأس، أطلع مثل البيضة. ستشرفني الدعوة لاستقبال العمل. كيف تشعر؟ مستعد للقفزة. أود أن تعلم أني شرفت بمراقبتك خلال مسارك كمبتدئ وكرجل. إنني ممتن لك على تمهيد السبيل أمامي. هذا شرف لي. هيا، رداؤك الجديد في انتظارك. إنه يناسبك تماماً. هيا، لقد حان الوقت. كيف شعرت في ذلك اليوم الذي مر عليه زمن؟ شعرت بالخوف. تصببت كفاي عرقاً وكانت ركبتاي ترتجفان. لا أستطيع أن أتخيلك خائفاً. اسمح لي بأن أبوح لك بسر في هذا اليوم الجليل. التحلي بشجاعة يعني أن تتصرف في غمرة شعورك بالخوف الشديد. باسم ابن إسحاق، هل أنت على استعداد لأن تهجر حياتك وتسير في درب الظلال؟ نعم. هل أنت على استعداد لنبذ كل ما ظننت يوماً أنك عليه وللتضحية بالغالي والنفيس؟ نعم. إياك أن تنسى العهود التي قطعتها على نفسك. أبعد نظلك عن الأبرياء، اختبئ على مرأى العيان. إياك وأن تكشف أمر الأخوية، ثم ستغادر الظلام نحو النور. ومن النور ستعود إلى الظلام. باسم ابن إسحاق، إنك الآن تتبع سبيل الصقر.
مرحبا بك أيها المستتر. مت وبعثت من جديد. قاتلني الآن ندا لند. أحسنت. أطلقت عينان لغضبك ثانية؟ لا أذكر أنني علمتك ذلك. ما رأيك بهذا التركيز؟ لقد أحسنت تدريبي يا روشان. ساعدوني. نور. نور. لا تجهد نفسك. ادخر قوتك. لقد سافر دون استعداد. غادر بغداد على عجل. إليك هذا. اشرب. علي لقد اختفى، أخذوه خلال الليل. من؟ التنظيم. انقلوه إلى خيمتي. اختفاء علي يجعلنا كالعميان. صارت تحركات التنظيم في بغداد خفية عنا. يجب أن نذهب إلى بغداد. روشان، باسم، اذهبا مع فولاذ، فلتغادره. باسم، لنواصل التحرك. أود أن ألقي نظرة في الأرجاء أولاً، أتسمحين لي؟ تناديني بغداد وما حولها. لا بأس، لكن لا تتأخر، ينتظرنا عمل كثير عند وصولنا إلى الحربية. ابحث عن ساحة مسقوفة بعريشة تقع قرب مسجد الشارع، كان نور يرصد الأنباء في ذلك المكان، سنذهب إلى هناك. Oh!
هيا. أتظن أن نبيلا سيفوز بالمصارعة مجددا هذا العام؟ أرأيت من كبيت الرجل الذي من الشام؟ برأيك سيأتون جمعة ويقاتلون في سبيل هناك. لو أن هذا لا يحدث كثيرا لما مانع، لكن حيال الجريمة لها من مشاهد مألوفة. تحياتي يا بغداد مرة أخرى، أريني ما فاتني. ماذا ترى يا صاحبي؟ في أي شيء. كانت الحدائق المجاورة لبيت على شجرة. لا تتربوا تلك القافلة من إذا أقبل علي أي عما قريب إلى بوابات دار الخليفة. يمكن أن تكون البصرة ظالمة. أحتاج إلى عينيك يا صديقي. لك بيع أي شيء بتلك أحتاج إلى مساعدتك. سلاما يا صاحبي. تفضل يا سيدي. ما المتاح؟ ألقي نظرة في الأرجاء. يمكنني تجديده كليا، لا شيء آخر. أراك لاحقا. إلى اللقاء. الشعر الأصهب والأشقر الذين يتاجرون بالعبيد. بنفسي، لكن يبدو أنه.
لقد تكاسلت بما يكفي. إن فولاذ وروشان في انتظاري بالمقر حتما. أتمنى لو أستطيع قراءة. لقد فهم المشكلة. قال إنه سيفهم. حسنا، علامة كل ذلك. يجب أن أسأل. هذا مقر المستترين. ظننت أنه سقيفة أو ما شابه. بعض المقرات كذلك، وأخرى يمكن تجهيزها بزخارف ذهبية. كل ما يهم أياً كان المكان الذي نقيم فيه هو أن يظل وجودنا فيه سرياً. يحقق المكان ذلك دون شك. هل عثرت على أي شيء مفيد؟ ما من شيء يدل على علي، لكن نور كان على اتصال برجل يدعى بيشي. هذا الرجل أحد أقرب حلفاء علي داخل جماعة المتمردين. إنه عامل ميناء في الميناء الأقصى. انظر إن كان موجوداً في المنطقة. لعل لديه ما يخبرنا به عن اختفاء علي. عثرت على شيء. يبدو أن نور قد رسم هذا الحي بالذات وميز منطقة المصانع شمالاً بعلامات. ماذا يوجد بها؟ موالون للمتمردين. إذا كان نور قد زار هذه المنطقة لأي سبب، فعلينا متابعة ما فعله. مفهوم. هذه ليست أدلة قوية، لكنها تصلح كبداية. سأرى مع فولاذ ما الذي يمكننا الوصول إليه أكثر من هذا. كنا حذرين. Thank you.
الأفكار المدهشة. حظ القدوم غدا. الأمر على حين غرة. لقد لقي حتفه صرخة المعركة التي يقولها. أرني كل شيء. أرني الطريق أمامنا. أعني ألقي نظرة. لعل بنشي هو من يحشد الرجال. نقف إلى جانب بعضنا، وإذا سقط أحدنا يعينه الذي يقف إلى جواره. لقد تمزق شملنا وانقسمنا، لكن ها نحن باقون هنا، وما دام نبض في صدورنا فسيستمر هذا القتال. أن يهدينا سواء السبيل. إنني أرى اليوم نصراً مؤزراً يلوح في الأفق. هل أنت بيشي؟ إنني حليف نور، تعرفه صحيح؟ نعم أعرفه، كانوا يطاردونه إلى خارج المدينة حين رأيته آخر مرة. أهو حي؟ نجا بالكاد، لكنه بأمان. وغد عنيد. ما اسمك؟ باسم. حسناً يا باسم، ألديك نصل غير سكين الزبد الذي تحمله؟ لعلك ترغب في سلاح أكبر منه الآن. لماذا؟ هل ستنطلق للبحث عن علي؟ ليس الآن، هؤلاء هنا نصف رجال فقط، الباقون محتجزون عند الميناء في آخر هذا الطريق. قد يكون عددنا أقل مما يلزم لشن هجوم. إذا أردت إنقاذ رجالك يجب علينا السعي بحذر. سأذهب في هدوء، أطلب من هؤلاء الرجال أن يكمنوا متربصين ويرافقوا من نحررهم. إن قومك جميعاً يفكرون بنفس الطريقة، لكنها خطة صائبة. ساعدني أرجوك.
لا اخرج يا جبان، لم انتهي منك بعد. اذهب إلى الميناء وعثر على بيشي.
هذا دهاك. ماذا؟ مصيرك الموت. تمهل مكانك. اهلا انزل. شكرا من أعماقي. هذا آخرهم، لابد أن أجتمع معهم مجددا.
أنت مثابر يا باسم. لم أفعل سوى واجبي. سنشهد معا نهاية العلة التي ألمت بالمدينة. لا تبحث إلا عن الغول، يتحدث الناس عنه لكن أحدا لم يره قط. ما الذي تعرفه عنه؟ إنه يأخذ أعداء الخلافة ويجبرهم على الحفر في الصحراء، السجناء، المتمردون، العمال، ولا أدري ما الذي يبحث عنه. أسر هؤلاء الرجال مع علي منذ أسابيع مضت وكانوا سيهلكون تحت الرمال. لكن ليس عليا، لقد اقتادوه إلى مكان آخر، ميزون بعلامات وفرقونه. كان علي مع مجموعة أخرى، أرادوا استجوابه عنك وعن أصدقائك. هل تريني هذه العلامات؟ فيما تفكر؟ لقد اقترب علي ونور من الغول اقترابا جعله يلاحظ ذلك. إذا وجدنا عليا فقد يرشدنا إلى الغول. إنها مجرد طريقة واحدة، ربما توجد طريقة أخرى. سأذهب إلى حيث يرسلون هؤلاء الرجال وأتظاهر بأني أسير. هل أنت مجنون؟ بل عنيد فحسب. خذ إليك هذه. ماذا أفعل بها؟ إنها عملة خدمة، سيساعدك من يقدرون قيمتها قدر ما يستطيعون. سأرسل الرجال ليحتشدوا عند الطاحونة المائية في الطرف الشمالي، إنها إحدى معاقل المتمردين، ستجد هناك ترحاباً. وفقك الله. بارك الله فيك. يتواصل بحثي عن علي، لعل حي الشارع يمدني بأدلة إضافية على مكان وجوده.